السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم؟ اموركم هنيه؟ عواشركم مبروكه، الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه. بغيت نشارك معكم الحليوات اللي صاوب بمناسبه ديال العيد ان شاء الله. حليوات كيجيو ساهلين، بعجينه وحده خرجت 4 نكهات مختلفين، مذاق مميز. خليكم معنا فيديو حتى الاخر. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 250 غرام ديال المارغرين، جوج كيسان تاع سنيده، كاس ونص تاع الزيت، واحد فاني، وثلاثه البيضات، وجوج خمارات، ولكن غنستعمل غير وحده خماره ونص حيت الحال سخون شويه، والدقيق حسب الخليط. غنحتاج تقريبا 800 غرام. غادي نبدا انا بركه الله. من بعد ما قطعت مارغرين على هذا الشكل، زدت شويه تاع الملحه، غادي نزيد الفاني، وجوج كيسان تاع سنيده، وجوج كاس ونص تاع الزيت، هنا كنخدم مزيان السنيده والمارغرين والزيت، كنخدمهم مزيان، عاد كنضيف من بعد البيض. من بعد ما امتجز الخليط مزيان، كنضيف الدقيق شويه بشويه. وكنزيد الخمارات، هنا استعملت غير خماره ونص خماره. هي العجينه من بعد ما جمعتها كتجي مرخوفه بزاف، حيت غادي نزيد نكهات اخرين، ما خصناش نكثروا الدقيق الا غنزيدوا بحال الكاكاو ولا الكاوكاو، خصنا نرخفوا العجينه شويه. كنقسمها على 4 قطع، على 4 الكويرات، كل كويره كل عجينه غادي نزيد لها نكهه من النكهات اللي غتشوفوا معايا في الفيديو.
ضروري نغطيهم بالسلوفان باش ما يقصحش الوجه ديال العجينه، ضروري تغطاو مزيان. ومن بعد كل عجينه غادي نزيد لها نكهه مختلفه على الاخرى. العجينه الاولى ضفت لها قشره ديال الحامضه محكوكه لحكاكه رقيقه، وضفت لها جوج معالق كبار ديال الكوك، كيجي مذاق ديال الحامض مواتي بزاف مع الكوك، كيعطي مذاق زوين. والنكهه الثانيه غنضيفها اللي هي كاوكاو محمر ومطحون مزيان، غادي نحاول ندخلو مع العجينه مزيان حتى ينسجمو. بالنسبه للنكهه الثالثه ما هي الكاكاو، كنحاول ندخل الكاكاو مزيان، درت ساشيه كامله، كنحاول ندخل الكاكاو مزيان مع العجينه ديال الكاكاو. كتجي على هذا الشكل، ها هي العجينه ديالنا، اربع نكهات مختلفه، واحده بالكاكاو، واحده بالكاوكاو، وواحده بالكوك، وواحده خليتها هادي بالفاني. الشكل الاول اللي بالكاوكاو اللي ضفت ليه الكاوكاو قديته على هذا الشكل على شكل هلال، من بعد ما يطيب نفندو سكر كلاصي، ما كيحتاجش للطياب بزاف دغيا كيطيب في الفرن. وبالنسبه للنكهه الثانيه اللي بالفاني غادي نزينها على هذا الشكل، غادي ندير لوزه مقليه الوسط، غادي على شكل غريبه، كتجي رائعه من بعد ما تطيب. بالنسبه للنكهه الثالثه ديال الكاكاو كنديرو على شكل غريبه، ونفندها في بيض ديال البيض مع الزنجلان، الزنجلان منقي ما يكونش محمر. بالنسبه لهاد الغريبه اللي محفره الوسط، ضروري ملي نديروها في الفران نحسبو
واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق ونطلع عليها، راه كطلع ديك الحفره ما كتبقاش باينه. غنمشيو ونضغطوا عليها تاني المره الثانيه باش يبقى الشكل ديالها باين. وبالنسبه للنكهه الرابعه اللي بالكوك والحامض، غادي ندير منها كويرات ونفندها في سنيده ونطبعها بالطابع، كتجي رائعه بمذاق الكوك والحامض. من بعد ما طبت المطب والحليوات ديالي، غادي نبدا بالدين اللي بالكاوكاو، كنفندها في سكر كلاصي. وبالنسبه للغريبه اللي وسطها اللوزه، كنفندها في كونفيتير تاع المشمش وكنزينها بالكوك. وبالنسبه للغريبه المحفره، كنزيد كونفيتير تاع المشمش لداخل تاع الحفره. بالنسبه للشكل الاخير، راه كنزين بشويه تاع الكونفيتير في الوسط. ها هو الشكل النهائي ديال الحليوات، ساهلين واقتصاديين. شكرا على المشاهده.